بسم الله تكون البداية، وعلى طاعته بإذن الله تكون النهاية. أحبابي أبنائي أبطال الصف الأول الثانوي، نلتقي في حصة جديدة والعلوم متكاملة، وإن شاء الله هنكمل اللي بدأناه في الحصة اللي فاتت. إحنا كنا اتكلمنا عن العوامل الفيزيائية التي يتأثر بها الضغط الجوي، الغلاف الجوي، وكنا جمعنا أول عامل بس اللي هي الحرارة، وكان فاضل لنا 3 عوامل تانيين بس طبعا لأن الحرارة الأهم اديناها محاضرة كاملة حصة كاملة، ولكن العوامل الباقية الضغط الجوي، الرطوبة، وسرعة الريح، وتكيف بعض الكائنات الحية على بعض العوامل. هنبدأ بالضغط. طبعا احنا خدنا الحرارة في الحصة الماضية بالكامل. الضغط الجوي هو عبارة عن، طبعا بيتأثر الضغط الجوي بعدة عوامل. ما هي؟ أولا يتأثر الضغط الجوي بالطقس والمناخ، ويتأثر الضغط الجوي بهبوب الرياح، بيؤثر في الطقس والمناخ، ويؤثر في هبوب الرياح، ويؤثر في كمية الأكسجين المتاحة للتنفس. إذا هنا يا شباب، الضغط الجوي يؤثر في عوامل، منها الطقس بيأثر في هبوب الرياح، بيأثر في كمية الأكسجين. إزاي بالطقس؟ طبعا ما هنا يا شباب بيتحرك الرياح من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض، وبالتالي هتؤثر في تكوين السحب، تكوين أو الأعاصير أو الأمطار. إذا هنا دي كلها عوامل السبب فيها الضغط، وطبعا الضغط كان أساس الموضوع ده كله، تغير درجات الحرارة. طيب ما هو أثر الضغط الجوي على الطقس والمناخ؟ نمسكهم واحدة واحدة. أولا المناطق ذات الضغط المرتفع المنخفض يكون الطقس فيها عاصفا ومطيرا. ليه؟ لأن دايما بيجي لها هواء، الرياح جاية عليها، الريح جاية على المنطقة ذات الضغط المنخفض، وبالتالي ممكن الرياح دي غالبا هتعدي على صحاري فهتسبب عواصف، هتعدي على أمطار، على بحار، فهتحمل ببخار المية وتسبب الأمطار. يبقى هنا يا ولاد المناطق ذات الضغط المنخفض هي أكثر المناطق تأثرا باختلاف الضغط. ليه؟ لأنها بتسبب العواصف أو بتسبب إيه؟ حدوث الأمطار. طيب هنا المناطق ذات الضغط المرتفع يكون الطقس فيها غالبا مستقر وغير مطير. يعني إيه؟ لأن الهواء طالع من عندها، الرياح طالعة منها، وبالتالي مفيش حاجة جاية عليها. يعني إيه؟ يعني ببساطة كده مش هنقول إن الرياح دي هتمر على مثلا صحاري في الطريق فهتسبب عاصفة ترابية، لا، ده هو طالع من عنده، لكن هتأثر في المنطقة ذات الضغط المنخفض. مش هتقول إن الرياح هتعدي على بحر فهتحمل ببخار المية والسحب وتسبب أمطار، لا، ده منطقة الضغط المرتفع ده طالع من عندها الرياح. إذا هنا يا ولاد المنطقة المتأثرة أكثر هي مناطق الضغط إيه؟ المنخفض اللي بيحدث فيها إيه؟ العواصف والأمطار، أما مناطق الضغط المرتفع بتكون أكثر استقرار. طيب تعالى بقى معايا كده، ايه اثر الضغط الجوي على هبوب الرياح؟ ما هي الاثار التي يؤثر بها الضغط الجوي على هبوب الرياح؟ يؤدي اختلاف الضغط الجوي الى هبوب الرياح، حيث تهب الرياح من مناطق الضغط المرتفع الى مناطق الضغط ايه؟ المنخفض. يبقى تاني، طب ومين السبب في اختلاف الضغط؟ السبب في اختلاف الضغط اختلاف درجة الحرارة. ازاي؟ ببساطة يقول هنا يا ولاد المناطق هنا عندنا، هنا عندما عند ارتفاع درجة الحرارة يقل ايه؟ الكثافة، ويزداد تقل الكثافة، وبالتالي يصعد الهواء إلى أعلى فيولد منطقة ضغط منخفض، بينما المناطق اللي هي الباردة بيزداد فيها الكثافة وبيهبط الهواء إلى أسفل، فالمنطقة الباردة تسبب منطقة ضغط ايه؟ عالي، والمنطقة الدافئة تسبب منطقة ضغط ايه؟ طيب نكمل مع بعض كده يا ولاد. هنا ما هو أثر الضغط الجوي على هبوب الرياح تاني؟ خد بالك عند خط الاستواء دايما
هبوب الرياح عند خط الاستواء بيؤثر في حاجات مهمة أوي. أولا بيرتفع الهواء الاستوائي إلى أعلى، ما احنا اتفقنا عند ارتفاع درجة الحرارة يرتفع الهواء إلى أعلى، محدثا منطقة ضغط إيه؟ منخفض. يبقى المنطقة عند خط الاستواء بيكون الضغط عندها إيه؟ ضغط إيه؟ قلت لي إيه؟ ضغط منخفض. بينما عند القطبين ضغط إيه؟ مرتفع. ليه؟ لأن المناطق القطبية شديدة البرودة، وبالتالي الهواء عندها هيكون بارد عالي الكثافة، أما المناطق الاستوائية الهواء عندها هيكون منخفض الكثافة. ليه؟ لأنها شديدة الارتفاع في درجة الحرارة. يبقى هبوب الرياح عند مناطق خط الاستواء تحدث نتيجة لإن الهواء الاستوائي الدافئ بيكون أقل كثافة فبيصعد إلى أعلى فبيؤدي إلى منطقة ضغط منخفض، بينما يتحرك الهواء الأكثر برودة وأكثر كثافة من مناطق الضغط المرتفع باتجاه الأرض، باتجاه خط استواء الأرض. يبقى هنا الضغط أثر في إيه؟ أثر في حركة الرياح. الضغط أثر في إيه؟ أثر في الطقس. قلنا مناطق الضغط المنخفض أكثر تأثرا بالطقس لأنها بتكون مناطق، ها برافو عليك، بتكون مناطق أكثر تعرضا للأعاصير أو الرياح أو الأمطار. أما مناطق الضغط المرتفع، طبعا أنا بعتذر، أنا حاسس إن في تشويش صوت أنا ما أعرفش إيه مصدره. المناطق الضغط المرتفع بتكون أكثر استقرارا في درجة الحرارة. هبوب الرياح بتهب الرياح عند خط الاستواء بيرتفع الهواء الاستوائي الدافئ في الغلاف الجوي إلى أعلى، محدثا مناطق الضغط إيه؟ منخفض، بيتحرك الهواء الأكثر برودة وأكثر كثافة إلى أسفل، وبالتالي بيسبب ضغط مرتفع، فتتحرك الرياح من المناطق القطبية باتجاه المناطق أو الدوائر القطبية الدافئة، وده اللي بنسميها بعد كده الرياح القطبية. طب تعالى بقى معايا كده، الرياح القطبية الدافئة اللي هي رياح جافة وباردة تهب من مناطق الضغط المرتفع حول القطبين الشمالي والجنوبي إلى مناطق الضغط المنخفض في المنطقة شبه القطبية. تاني ركز كده، أدي الرياح القطبية يا شباب جاية من القطب الشمالي أو القطب الجنوبي باتجاه الدائرة القطبية أو المناطق اللي هي الدوائر القطبية الدافئة المحيطة بالمنطقة القطبية. يبقى هنا نقول تاني، احنا عندنا المناطق ضغط منخفض ومناطق ضغط مرتفع. مناطق الضغط المنخفض بيتحرك منها، مناطق الضغط المرتفع بيتحرك منها الرياح الى خط الاستواء. طيب وعند القطبين بتتحرك الرياح القطبيه الى الدوائر القطبيه اللي هي الدوائر الداخليه اللي هي المناطق الدافئه اللي ضغطها بيكون منخفض. طيب تعالى بقى، اثر الضغط على كميه الاكسجين، هل الضغط الجوي يؤثر في كمية الأكسجين المتاح للتنفس؟ أكيد. إزاي؟ الضغط الجوي، بصوا يا ولد، تاخدها واحدة واحدة كده والمخطط ده يساعدنا شوية. يؤثر الضغط الجوي على كمية الأكسجين المتاحة للتنفس حيث تقل كمية الأكسجين في المناطق ذات الضغط الجوي المنخفض مثل عالي الجبال. يعني مثلا لما عندنا مثلا فرقة مصرية كده بتكون بتلاعب فرقة في اثيوبيا مثلا، يقول لك احنا بنشتكي من نقص الاكسجين. يعني ايه نقص الاكسجين يا سيدي؟ يقول لك اصل انت مش واخد بالك، كلمة نقص الاكسجين دي مشكلة كبيرة قوي. هي ايه؟ هو بيشتكي هنا من نقص الاكسجين بمعنى ان هو ارتفع عن سطح البحر، ارتفع الى اعلى، ولما ارتفع إلى أعلى، لما ارتفع إلى أعلى إيه اللي حصل؟ الأكسجين الموجود حصل له إيه؟ قل. يبقى كلما ارتفعنا إلى أعلى قل الضغط الجوي، وبالتالي هيقل كمية الأكسجين. يبقى التناسب بين الأكسجين والضغط الجوي تناسب إيه؟ تناسب عكسي. يبقى تقل كمية الأكسجين في المناطق ذات الضغط الجوي المنخفض مثل عالي الجبال. طيب ازاي نتغلب على نقص الاكسجين في مناطق الضغط الجوي المنخفض؟ ها هقول لك انا ببساطه، بتحتاج الكائنات اللي بتعيش في تلك المناطق الى مجموعه من التكيفات الخاصه زي زياده على كرات الدم الحمراء، و او بعض اللي هم اللي متسلقوا الجبال بيستخدم انابيب فيها غاز الاكسجين. ليه كده؟ طبعا زياده عدد كرات الدم الحمراء لانها
هي المسؤولة عن نقل الأكسجين في الدم. يبقى لما تزيد عدد كرات الدم الحمراء في الحالة دي كمية الأكسجين اللي هتنقلها هتكون كبيرة، وبالتالي هنا يا أولاد الموضوع هيبقى بسيط جدا، إن الموضوع بالنسبة لنا إيه اللي هيحصل؟ إزاي نتغلب بقى على نقص الأكسجين؟ زيادة عدد كرات الدم الحمراء. هنا الكائنات اللي بتعيش في أعالي الجبال، طب هنا بص كده لعيبة الكرة لما نروح نلعب مع فرقة في بره كده ويقول لك هم مش متأثرين قوي، هو هناك بدأ جسمه ياخد على الكلام ده بزيادة عدد كرات الدم الحمراء اللي موجود في دمه، لكن الغلابة بتوعنا لعيبة رايحين يتفاجئ بالموقف ده، فبالتالي يحصل إيه؟ عنده مشكلة في الأكسجين. طيب بيستخدم متسلق الجبال الأسطوانات بيها غاز الأكسجين ليه؟ ليه يا اخوانا؟ عشان يعوض نقص الاكسجين على قمه الجبال. طب قد يعاني متسلق الجبال من انفجار الشعيرات الدمويه في الانف. ده هنا بقى حاجه متعلقه بالضغط. الضغط ما انت مش واخد بالك ان ضغط الجسم هو اساسا مناسب للضغط الخارجي، ولكن لما يحصل بقى ان عندنا الضغط الخارجي يكون اقل، ضغط الجسم الداخلي هيكون اكبر، فهيحصل ايه؟ هيحصل انفجار في الشعيرات الدمويه الدقيقه الموجوده بالانف او الاذن نتيجه لاختلاف الضغط. عشان كده الطيارين خاصه الطيار العسكري او الطيار الحربي بيختاروا واحد فايتر، بيختاروا واحد بيدخلوا الاول اختبار في غرفه الضغط. ليه؟ عشان يتاكد ان هو ان الشعيرات الدمويه قويه تستطيع تحمل فارق الضغط عند الارتفاعات. يبقى هنا يا اولاد اللي قد يعاني متسلق الجبال من انفجار بعض الشعيرات الدمويه لاتساع الفارق بين ضغط الدم داخلها والضغط الجوي المنخفض في الخارج. طيب ولادي المحترمين بقى تعالى كده معايا ناخد مع بعض كم سؤال كده صغيرين. كيف يؤثر الضغط الجوي على الطقس في المناطق ذات الضغط المنخفض؟ مش فاهم يعني ايه مثلا؟ هقول لك انا. ازاي الضغط الجوي بيؤثر على الطقس؟ بيؤثر على الطقس؟ طب ما احنا قلنا هو اللي بيؤدي الى ايه؟ تعالى كده نرى، يؤدي الى استقرار الطقس، طقس مستقر؟ مستحيل. يؤدي الى طقس عاصف وممطر؟ لا يؤثر على الطقس. يؤدي الى طقس دافئ وجاف؟ ها. طبعا انخفاض الضغط الجوي، انخفاض الضغط الجوي بيؤدي إلى الضغط الجوي المنخفض بيؤدي إلى طقس عاصف وممطر، أما الضغط الجوي المرتفع فبيؤدي إلى طقس مستقر. طب يلا كده، ماذا يحدث للهواء الاستواء الدافئ عند ارتفاع؟ في الغلاف الجوي، لما الهواء يرتفع إلى أعلى، ها؟ هواء ساخن ارتفع إلى أعلى هيسيب مكانه منطقة ضغط منخفض. يبقى الهواء الساخن هيؤدي إلى إيه؟ وجود منطقة ضغط منخفض في المنطقة الاستوائية، وده بيسبب ها ماذا يحدث للهواء الاستوائي الدافئ عند ارتفاعه في الغلاف الجوي؟ يسبب منطقة ضغط إيه؟ برافو عليك، منطقة ضغط منخفض في المناطق الاستوائية. طيب من خصائص الرياح القطبية، رياح رطبة ودافئة، رياح جافة وباردة، رياح عاصفة وممطرة، رياح ها الرياح القطبية هي عبارة عن ايه؟ رياح جافة باردة تهب منين؟ تهب من القطبين باتجاه الدوائر القطبية الدافئة. يبقى من خصائص الرياح القطبية أنها رياح جافة وباردة. طيب تعال يلا كمل كده معايا، كيف يؤثر الضغط الجوي المنخفض على كمية الأكسجين المتاحة للتنفس؟ يا راجل الضغط الجوي يؤثر على كمية الأكسجين؟ إزاي؟ كلما قل الضغط الجوي قل الضغط الجوي قلت
كمية الأكسجين. يبقى هنا الأكسجين عند المرتفعات أقل، ليه؟ بسبب انخفاض الضغط الجوي. يعني أنا لو سألتك وقلت لك علل انخفاض نسبة الأكسجين فوق المرتفعات، هتقول لي ليه؟ على طول بدون تفكير هنجاوب كده ونقول بسبب انخفاض الضغط الجوي. يبقى هنا يا أولاد الضغط ونسبة الأكسجين النسبة بينهم، أيوة التناسب بينهم تناسب طردي، يبقى كيف يؤثر الضغط الجوي المنخفض على نسبة الأكسجين؟ تقل كمية الأكسجين الموجودة في الهواء. لماذا قد يعاني متسلق الجبال من انفجار الشعيرات الدموية؟ اتفقنا هنا أي حد هيطلع إلى أعلى هيكون الضغط الداخلي أكبر من الضغط الخارجي، يبقى لو الشعيرات الدموية بتاعت حضرتك ضعيفة إيه اللي هيحصل؟ هتنفجر الشعيرات الدموية نتيجة لفرق الضغط بين الضغط الداخلي، اللي هو فرق كبير في الضغط بين الضغط الداخلي والضغط إيه الخارجي للجسم. طيب نكمل يا شباب بقى. إحنا كده خدنا العامل التالي اللي هو الضغط، العامل التالت اللي هو إيه؟ الرطوبة. تعال نمشي معاها واحدة واحدة. ما هي الرطوبة؟ الرطوبة هي كمية بخار الماء الموجودة في الهواء. حتى لما يقول هنا تشبع بخاري، يعني إيه؟ يعني نسبة الرطوبة مرتفعة، فخلاص الهواء شبع بخار مية، ما عادش عنده استعداد يستقبل كمية جديدة من بخار الماء. كل الجزيئات أو المسافات البينية اتملت بجزيئات بخار الماء. طيب الرطوبة تؤثر؟ آه طبعًا. نسبة الرطوبة المرتفعة في المناطق الاستوائية تساعد على تكوين السحب وهطول الأمطار الغزيرة وتدعم نمو الغابات الكثيفة. يبقى هنا إيه سبب؟ علل هطول السحب في المناطق الاستوائية أو كثرة السحب في المناطق الاستوائية. هطول الأمطار في المناطق الاستوائية، أمطار المناطق الاستوائية أمطار غزيرة، كل ده هقول له بسبب ايه؟ هقول له بسبب نسبة الرطوبة المرتفعة فيها المناطق الاستوائية. يبقى تاني يا شباب، ايه هي السبب الرئيسي في زيادة السحب والأمطار في المناطق الاستوائية؟ اللي هو زيادة نسبة الرطوبة، يبقى أو زيادة نسبة بخار الماء في الهواء. طب أنا عايز أسألك، بتعتمد نسبة الرطوبة على إيه؟ طبعًا بتعتمد على درجة الحرارة وعلى الضغط الجوي. إزاي يعني؟ درجة الحرارة، لأن ببساطة كلما ارتفعت درجة الحرارة هتزود بخار المية. طب الضغط الجوي إزاي؟ هقول لك أنا، مش إحنا قلنا أن مناطق الضغط المنخفض هي أكثر مناطق عرضة للتقلبات الجوية والرياح والعواصف والأمطار؟ هو ده بالظبط. كلما ارتفعت درجة الحرارة زي كمية بخار الماء اللي بيحملها الغلاف الجوي، وفي نفس الوقت كلما قل الضغط سمح أكثر لكمية أكبر من الرطوبة، وبالتالي تحمل كمية أكبر من بخار الماء. يبقى هنا الرطوبة هي كمية بخار الماء الموجودة في الهواء، تؤثر نسبة الرطوبة المرتفعة في المناطق الاستوائية على تكوين السحب، نسبة الرطوبة بتؤثر على درجة الحرارة والضغط، وقلنا التناسب بين نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة تناسب ايه؟ طردي. تعال بقى تأثير الرطوبة على الكائنات الحية، ازاي الرطوبة تفرق مع كائن حي؟ بص كده، أنا عايزك تركز بين ورقتين الشجر دول. هنا ورقة في منطقة رطوبة منخفضة، بخار المية فيها قليل، ودي ورقة شجر في منطقة رطوبة عالية. طب ده هتتأثر ازاي؟ يعني ورقة الشجر هتتأثر بالرطوبة ازاي؟ هقول لك أنا، بعض العمليات الحيوية التي تقوم بها الكائنات الحية تتأثر بنسبة الرطوبة، خاصة النباتات. تعال نمسك كده النبات. زيادة الرطوبة النسبية في الهواء بالنسبة للنبات مثلا بيخفض معدلات النتح، مما يقلل من معدل رفع الماء والأملاح من الجذر إلى الأوراق. نعم، ده إيه ده؟ يعني هقول لك كده،
ادي النبات عندنا اهو يا شباب، شجرة جميلة اهي ليها جذور في الارض وليها ايه فروع، والفروع دي طالع منها ايه؟ ها اوراق. طيب الورقة دي لما يحصل عملية نتح هتخرج مية، فبالتالي في مية بديلة هيدخل هنا، ماء هيدخل عن طريق الجذور عشان يعوض المية اللي مشيت بفعل النتح. وخد بالك النتح هنا هيعمل ايه؟ هيزود من الضغط الاسموزي للأوراق لأنه هيخفض نسبة المية، وبالتالي هيزود نسبة ملوحة الأوراق، وبالتالي هنا هيتدفق الماء من الجذور إلى الأوراق. طب لو مفيش النتح زادت نسبة المية في الورقة، قل ضغطها الاسموزي، معنى كده إن رفع الماء والأملاح من الجذور إلى الأوراق هيحصل له إيه؟ هيقل، وده هيأثر على النبات. طيب إيه رأيك بالنسبة للحيوانات؟ بيقل معدل تبخر العرق، فبيقل كفاءة خفض درجة حرارة جسمها. حضرتك هنا لما الرطوبة بتعلى بتحس إن أنت متضايق، بتحس بالحر أكتر، ليه كده؟ يقول لك هو المشكلة مش في ارتفاع درجة الحرارة، المشكلة في إن الرطوبة عالية. الله، طب والرطوبة العالية هتعمل لنا إيه؟ هقول لك أنا، الرطوبة العالية تعمل مشكلة كبيرة جدا، ليه؟ لأن في النهاية خالص العرق اللي على جسم حضرتك مش لاقي مكان يتبخر فيه، وبالتالي لما يكون العرق مش لاقي مكان يتبخر فيه هيحصل ايه؟ هيحصل خفض، خفض مش هيحصل خفض لدرجات الحرارة، انت هتفضل جسمك على المية عادي، مش العرق ما بيتبخرش فما بيخفضش درجة حرارة جسمك، فهيزيد احساسك بايه؟ بالحر. يبقى هنا تأثير الرطوبة على الكائنات الحية قلنا بتأثر في العمليات الحيوية، بالنسبة مثلا زيادة نسبة الرطوبة قلنا في النبات بيقل قدرة النبات على امتصاص الماء والأملاح بواسطة الجذور نتيجة لنقص عملية النتح، بالنسبة للحيوان بيزداد إحساسه بالحر أو بتقل معدل كفاءة خفض درجات الحرارة بسبب نقص إيه؟ التبخر الناتج من زيادة الرطوبة، وبالتالي لا يتبخر العرق. طب تعالى بقى نسأل سؤالين كده صغيرين وبعدين نرجع للعوامل الباقية. ما السبب الرئيسي في تكوين السحب وهطول الأمطار في المناطق الاستوائية؟ قلنا المناطق الاستوائية يتكاثف بها السحب والأمطار بسبب زيادة الرطوبة. يبقى أول عامل بتعمله الرطوبة اللي هي بتعمل إيه؟ تزود السحب، تزود الأمطار، تزود اللي هي العوامل المؤثرة في طبعا أمطار غزيرة، وبالتالي بتزود نسبة النباتات اللي موجودة في المناطق الاستوائية، يبقى بسبب نسبة الرطوبة إيه؟ المرتفعة. طيب يلا، كيف تؤثر زيادة الرطوبة النسبية على النبات؟ قلنا الرطوبة النسبية إذا زادت هيقل عملية إيه؟ النتح، ولما يقل النتح يقل الماء المنتقل من الجذور إلى الساق والأوراق، وبالتالي هيقل إيه؟ وبالتالي هيقل معدل نمو النبات، يبقى هنا تقلل من معدل إيه؟ النتح، اللي هي أكيد طبعًا بتقلل من أي إمكانيات تانية عند النبات. يبقى هنا كيف يؤثر زيادة الرطوبة النسبية على النبات؟ قلنا بيقلل من معدلات النتح. طب ولادي المحترمين يلا، العامل الثالث، العامل الرابع بقى والاخير من عوامل الطقس اللي هي او العوامل الفيزيائيه اللي هو سرعه الرياح. شايف الرياح هنا عامله ازاي؟ ما شاء الله يعني عاصفه هتخلع النخل ده. طيب سرعه الرياح، الرياح هي هي طبعا الرياح هي حركه الهواء من مناطق الضغط المرتفع الى مناطق الضغط الجوي المنخفض. ثاني، ما هي الرياح؟ هي حركة الهواء من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض. طيب سرعة الرياح تزداد بزيادة فارق الضغط. يعني إيه؟ يعني لو فرق الضغط كبير هتزداد سرعة الرياح. طب تعالى إيه تأثير بقى الرياح؟ طبعا بتؤثر
يؤثر على توزيع الحرارة والرطوبة في الغلاف الجوي، مما يؤثر على المناخ في المناطق المختلفة. إزاي يعني الكلام ده؟ يعني مثلا إذا كانت الرياح دي تهب من منطقة تهب من منطقة ضغط مرتفع إلى منطقة ضغط منخفض، ولكنها تمر على منطقة صحراوية، هيحصل لها إيه؟ الرياح دي هتسخن، درجة حرارتها هتزيد، فبالتالي هتؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. طب مرت على منطقة صحراوية، هتحمل بالرمال والأتربة، وبالتالي هتسبب العواصف الترابية. طب مرت على بحار، هتحمل ببخار المية وهتكون سحاب، وبالتالي هتؤثر على المناطق المختلفة، أو هتكون مناطق هتؤثر على تكوين السحب وسقوط الأمطار. إذا هنا الرياح هي الأصل، الرياح هي السبب في كل العوامل المناخية اللي احنا نعرفها. طب تعالى بقى معايا كده، الرياح القوية قد تؤدي إلى تغيرات أكبر في الطقس. طبعا الرياح القوية بتعمل إيه؟ الرياح القوية ببساطة بتزود سرعة، زيادة سرعة الرياح هتزود من، إذا كانت بتتحمل ببخار المياه هتزود بتحملها ببخار المياه، وبالتالي هتحرك كميات أكبر من السحب، وبالتالي هتعمل تغيرات أكبر في الطقس. إذا كانت بتحمل بالأتربة أو بالحرارة نفس الحكاية، يبقى كلما زادت قوة الرياح كلما زاد تأثيرها في الطقس. يبقى هنا تاني إحنا قلنا بقى العوامل المؤثرة، العوامل الفيزيائية المؤثرة في المناخ، ها فاكرين معايا كده؟ الحرارة وهي أهم عامل، بعد كده الضغط، الرطوبة، الرياح. حرارة، ضغط، رطوبة، رياح. ولادي بقى المحترمين، سؤال كده على الرياح، عشان في كائنات حية عايزة هتتكيف مع الظروف البيئية، عايزين نتعرف عليها. كيف تؤثر الرياح على على المناخ في المناطق المختلفة؟ طبعا تؤثر في توزيع الحرارة وتوزيع الرطوبة. ننقل بقى تأثير العوامل المناخية على الكائنات الحية. المناخ بيؤثر على توزيع الكائنات الحية ونموها وسلوكها، حتى على تطورها عبر الزمن. تاني كده يعني المناخ، يعني ببساطة كده اللي بيعيش في المناطق الصحراوية غير اللي بيعيش في المناطق القطبية، غير اللي يعيش في البيئة المائية، حتى التطور. يعني مثلا أنا هديك مثال بسيط كده، لو بصينا للأبقار مثلا كنوع من أنواع الحيوانات، الأبقار الصحراوية غالبا بيكون لونها باللون الأصفر، أما اللي هي الفريزيا مثلا اللي هي الدنماركي، اللي هي المنطقة اللي هي الناحية القطبية شوية، بيكون البار بتاعهم لونه أبيض. ليه؟ أهو ده نوع من أنواع التكيف مع المناخ اللي موجود. اللي في الصحراء تتكيف مع ظروف البيئة، اللون الأصفر ما بيمتصش كتير من الضوء، ولون من الألوان الفاتحة، أو قد يكون أبيض اللي هو اللي هو بيعكس الضوء. أما اللي هي في المناطق الاستوائية بيكون لونها أبيض عشان تتكيف مع الثلوج وتهرب من الكائنات المفترسة اللي موجودة. يبقى هنا تغير المناخ أدى إلى توزيع الكائنات، تغير نموها، تغير سلوكها وتطورها، حتى الكائن الواحد تغير تركيب جسمه، بعض التركيبات الجسدية فيه عشان تناسب ظروف المناخ اللي هو عايش فيها. طب تعالى كده، ما هي بقى التطورات اللي ممكن تأثر في الكائنات الحية أكتر في المناخ؟ عندي حاجتين. أولا بعض الكائنات تكيفت مع الجليد، كيف تتكيف بعض الكائنات مع الجليد؟ وكيف تتكيف بعض الكائنات مع الحرارة الحية؟ إزاي الكائنات الحية تتكيف مع الجليد؟ وإزاي الكائنات الحية تتكيف مع الحرارة العالية؟ هنقول إحنا مع بعض كده، بص معايا. أولاً ما هو التأثير الرئيسي للمناخ على الكائنات الحية؟ إحنا قلنا يؤثر في توزيع الكائنات الحية، يؤثر في نموها، يؤثر في سلوكها. طيب تعالى يلا كده مع بعض ونعرف التكيف مع الجليد. احنا اتفقنا عندي تكيفين، مع الجليد ومع الحرارة المرتفعة. ازاي الكائنات الحية تتكيف مع الجليد؟ ازاي تعيش في منطقة قطبية؟ ازاي تعيش في منطقة درجة الحرارة فيها تحت الصفر؟ بص يا راجل يا محترم،
بعض الكائنات الحية تستطيع التكيف مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة زي التجمد. مين بقى الكائنات دي؟ زي الضفدع الخشبي وزي سمك الجليد. الضفدع الخشبي وسمك الجليد هم كائنين بيعيشوا في البيئة القطبية المتجمدة. ازاي بقى؟ عايشين هناك ازاي؟ ما تجمدوش ازاي مع التلج اللي موجود؟ هقول لك انا. بص معايا حبيبي. نمسكهم واحد واحد. الولد فرج ضفدع الخشبي شايفه قدامك؟ ايه ده؟ هو ده ضفدع؟ ده ضفدع متجمد. ايه ده؟ يعني مات واتجمد مثلا حطيناه في الفريزر؟ لا، هو متجمد بس مش ميت. يا مستر الموضوع ده ازاي متجمد بس مش ميت؟ هقول لك انا. تعالى هنعرف تكيفاته كده وهو بيعيش فين الاول وبيتكيف مع الظروف البيئيه بتاعته ازاي؟ هتعرف في الاخر ان الصوره دي لضفدع تجمد بس ما ماتش. يعني ايه؟ بص معايا يا حبيبي. اولا هو بيعيش فين؟ بيعيش في المناطق البارده في الشمال زي الاسكا وكندا، اللي هي المناطق اللي تنخفض فيها درجه الحراره الى ما دون الصفر. يعني بيعيش في بيئه درجه حرارتها تحت الصفر بكتير جدا. يا نهار ابيض، ده الضفدع ده كده مات، يعني خلاص خلص بسبب التلج. ما احنا هنقول اهو ايه اللي هيحصل له. خد بالك ازاي بقى بيعيش في البيئه الغريبه دي. الضفدع الخشبي له مجموعه من التكيفات اللي ربنا اداها له عشان يتناسب مع الحياه مع بيئه التجمد او الجليد. اولا مراحله كالتالي، انا هقسم لك التكيفات بتاعته الى مراحل بس. قبل الشتاء الضفدع ده عمال ياكل، اهو الصيف درجه الحراره ما هياش صفر، هي اكبر شويه، وطبعا المناطق دي بتكون غنيه بيه في الصيف بالغذاء وبالمواد المغذيه نتيجه للتيار الانحطاطي. طيب الضفدع هنا عمال ياكل في الشتاء، فيحصل ايه؟ بينتج كميات كبيره من الجليكوز في اعضاء جسمه الحيويه، في القلب، في الكبد، في الدماغ. ده بينتج الكميات دي قبل ما الجسم يتجمد. هو جسمه برضه انت مصر يا مستر ان هو هيجمد؟ الضفدع الخشبي ينتج كميات كبيره من الجليكوز في اعضائه طول ما هو موجود في الصيف، طول ما مفيش لسه ايه؟ عمليه تجمد. لسه هو عايش اهو، ما ماتش، ما اتجمدش، بس انا بقول لك هيتجمد ومش هيموت. ده يحصل ايه بقى؟ الجليكوز مادة مضادة للتجمد، بيمنع تكوين بلورات الثلج في الخلايا ويحميها من التلف. ركز بقى في الحتة دي. ايه ده؟ يعني تقصد يا ماستر ان هو ممكن يتجمد كله بس الخلايا من جوه ما بتتجمدش. ايه؟ يعني الخلايا ما باظتش بسبب التجمد، ما انفجرتش، ما اتجمدتش، وبالتالي يبقى هنا يا شباب قبل حلول الشتاء اللي بيحصل بينتج الضفدع الخشبي كميات كبيره من الجليكوز في اعضاء جسمه الحيويه، وبالتالي بتمنع تجمده. بيعمل الجليكوز كماده مضاده للتجمد حيث يمنع تكوين بلورات الثلج وبيحميها من التلف. طيب ده امتى؟ ده قبل حلول الشتاء. طيب اول ما يجي الشتاء هيحصل ايه؟ اول ما بيجي الشتاء يا شباب بيحصل حاجه بقى مهمه جدا. ايه هي؟ في الشتاء بالنسبة للضفدع الخشبي بيحصل حاجة أهم، هي إيه؟ هو إنه بيتجمد، ولكنه لسه بنقول أن الجليكوز يمنع الخلايا من التجمد. يعني إيه؟ يعني الجليكوز هنا بقى، الجليكوز اللي هو خزنه في الخلايا خلى الخلايا ما تتجمدش، خلى الخلايا تحافظ على نفسها، خلى الخلايا ما تموتش نتيجه للتجمد. هنا بيتجمد جسم الضفدع جزئيا. خد بالك، تخيل بقى هنا الموضوع اللي هيحصل ده. يتجمد جسم الضفدع، يتوقف قلبه. يا نهار ابيض، ده قلبه وقف، ده مات. لا، ويتوقف عن التنفس. يا نهار ابيض،
ده كده الضفدع ده خلص يا مستر. لا والله ما حصل له حاجة. ازاي الكلام ده؟ ما احنا قلنا السبب الرئيسي في ايه؟ في الجليكوز اللي هو خزنه اثناء فترة الشتاء، وبالتالي حافظ على الخلايا من التجمد، او عمل كمانع للتجمد من داخل الخلايا، وبالتالي حافظ على الخلايا من التلف. هنا الضفدع لا يموت ولكنه يبقى في حالة ثبات عميق حتى تنصهر الجليد. يعني الضفدع هنا ايه اللي حصل له؟ تاني بقى يا شباب، جه قبل الشتاء خزن في جسمه ايه؟ خزن في جسمه جليكوز. الجليكوز ده عمل ايه؟ مادة مانعة للتجمد. وبعدين بعد كده اول ما دخل الشتاء جسمه اتجمد تمام، وتوقف القلب عن النبض، وتوقف الضفدع عن التنفس تماما، ودخل في عملية بيات ثبات كامل. هنا يفضل في الثبات ده لغاية امتى؟ حتى ينصهر الجليد في الربيع. يعني المرحلة الثالثة لي اللي هي مرحلة الربيع اللي فيها ترتفع درجة الحرارة وينصهر الجليد، وعندها يعود القلب والنبض تاني والوظائف الحيوية الايه للعمل. يبقى انا قسمت لك حياة الضفدع هنا او تكيفه الى 3 مراحل. مرحلة ايه؟ ما قبل الشتاء اللي هو بيخزن فيها الاكل، ولكن بيخزن فيها كمية كبيرة من الجلوكوز في الخلايا تمنع تجمد الخلايا وتلفها. طب المرحلة الثانية اللي هي مرحلة ما بعد ما اللي هي مرحلة الشتاء اللي هي فيها بيتجمد، يتوقف القلب ويتوقف عن التنفس، ولكن لا تتلف الخلايا بسبب الجلوكوز المختزن بداخلها. وبعدين في الربيع يرجع ترتفع درجة الحرارة، ينصهر الضفدع تاني، يرجع تاني للحياة، قلبه ينبض من جديد، وتبدأ الوظائف الحيوية في العمل دون أي ضرر. شفت بقى الضفدع الخشبي عايش واتجمد وما ماتش، ده راجل قلبه وقف والتنفس وقف، وهيدانه طول الشتاء، القلب بينبض ولا هو بيتنفس، بس ايه؟ عايش. بس هيعود للحياة عند عودة الربيع. طيب يلا كده، يتكيف الضفدع الخشبي مع التجمد في فصل الشتاء حيث يتجمد تماما ثم يموت. لا هو ما بيموتش، ينتج كميات، هي دي، ينتج كميات كبيرة من الجلوكوز في أعضائه الحيوية تحافظ على الخلايا من التجمد أو التلف. طيب يلا كده، النوع الثاني بقى من الكائنات التي تتكيف مع البيئة البحرية القاسية هو مين؟ السمكة الغريبة اللي قدامنا دي. ايه ده مستر؟ دي سمكة متجمدة برضه. النهارده كله تجمد ليه كده؟ مش احنا بنقول التكيف مع الجليد. طبعا هي مش متجمدة على حاجة، ولكن هي شكلها بس اللي كده. طيب سمك الجليد اللي هو بيعيش في المياه المتجمدة في القارة القطبية الجنوبية حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون صفر. مش عايز أقول لك إن القطب الجنوبي أكثر برودة من القطب الشمالي، يعني القطب الجنوبي درجات الحرارة فيه بتوصل لدرجات خرافية جدا تحت الصفر كمان. ولكن هو هنا، هو ما فيش حاجة اسمها سمك هيعيش في الجليد يا شباب، هو يعيش في المياه الباردة، بيعيش تحت الجليد مش في الجليد. يعني ما هو في الجليد هيتجمد، ولكنه يعيش في المياه المتجمدة في القارات القطبية الجنوبية حيث تنخفض درجة ايه؟ حرارة المية. طيب هنا هو بيعيش فين؟ قلنا في القارة القطبية الجنوبية حيث تنخفض درجة حرارة المياه إلى ما دون الصفر. طب بيتكيف ازاي بقى؟ تعال نمسكها واحدة. هنا يتكيف سمك الجليد مع هذه البيئة المتجمدة بطرق. احنا اتفقنا كان الضفدع خدنا له مراحل كده، مراحل السنة اللي هي فترة الصيف اللي هي فترة ما قبل التجمد، وبعدين فترة التجمد اللي هي في الشتاء، وبعدين فترة الربيع. لا، سمك الجليد ما بيجمدش. سمك الجليد بيعيش في مية باردة جدا بس. فبالتالي هيحصل له ايه؟ بص، بيفرز نوع خاص من البروتينات في دمه بتعرف بالبروتينات المضادة للتجمد. يعني
هو هنا بيولد نوع خاص جدا من البروتين يمنع حدوث تجمد للدم. تاني زي ما الجليكوز في الضفدع الخشبي حافظ على الخلايا من التلف وحافظ عليها من التجمد والتلف، هنا البروتينات المضادة للتجمد في سمك الجليد تحافظ على دم السمكة وتحميه من التجمد. طيب تعالى كده بص يا حبيبي، هذه البروتينات تمنع تكون بلورات الثلج في دم السمكة وفي أنسجتها، وبالتالي هتفضل السمكة عايشة تمام، ما عندهاش أي مشكلة مع البيئة البحرية المتجمدة. يبقى سمك الجليد كيف يستطيع التعايش مع البيئة المتجمدة؟ بفضل البروتينات المضادة للتجمد اللي هي بتمنع تكون بلورات الثلج في دم السمكة وفي أنسجتها. سمك الجليد يعتبر أحد الأنواع النادرة التي لا يحتوي دمها على الهيموجلوبين. إحنا نعرف إن الهيموجلوبين ده يا مستر اللي هو وظيفته إن هو ينقل الأكسجين إلى نقل الأكسجين في الدم. يعني هو اللي بياخد الأكسجين من الرئة ويوصله إلى خلايا الجسم المختلفة، صح؟ طب دي لما تكون ما عندهاش هيموجلوبين هتتنفس إزاي؟ تتنفس ازاي؟ مش فاهم انا. يعني حتى لو اتنفست الاكسجين هيوصل للخلايا ازاي بس؟ تصدق صح؟ انت صح. كده عندها مشكله. الاكسجين هيوصل خلاياها ازاي؟ بص بقى، سمك الجليد لا يحتوي على هيموجلوبين عشان دمه اساسا يحتوي على البروتين الخاص المانع للتجمد، ولكن سمك الجليد الصبغة المسؤولة عن نقل الأكسجين في الدم دي مش موجودة. طب هيتنفس إزاي؟ هيحصل على الأكسجين إزاي؟ بسيطة جدا هقول لك أنا، بيمتص الأكسجين بكل جسمه، يمتص الأكسجين، يمتص سمك الجليد الأكسجين مباشرة من المياه الغنية بالأكسجين في القطب الجنوبي البارد. يعني إيه؟ يعني هو ما يهمهوش الخياشيم وما يهمهوش دم ينقل الاكسجين، هو الدم عنده ينقل الغذاء من خلال احتفاظه بالبروتين المانع للتجمد، ولكن نقل بقى الاكسجين لا، هو مش هينقل الاكسجين، هو هيمتص الاكسجين من الميه مباشره. خد بالك المنطقه القطبيه، احنا كنا قلنا قبل كده ان ذوبانيه الاكسجين عكسيه مع درجه الحراره، يعني كلما زادت درجه الحراره كلما يقل نسبة الأكسجين في المية. طب المنطقة القطبية باردة جدا وبالتالي درجة الحرارة منخفضة، يبقى نسبة الأكسجين كبيرة. يبقى ده تصدق كده، يبقى مستر الأكسجين حواليها كتير. طب كده هي يعني كده مش محتاجة التنفس؟ لا، هي اعتبرها بتتنفس بكل الجسم. يعني ايه؟ بيمتص الأكسجين عن طريق جميع أجزاء جسمه من المية مباشرة، حيث أن الماء الموجود حولها غني بالاكسجين. يبقى كيفيه سمك الجليد بيعيش في المنطقه القطبيه الجنوبيه. طيب سمك الجليد اجسامه بتفرز نوع خاص من البروتين اللي بيحميه من التجمد او بيحمي تكون بلورات الثلج في الدم وفي الخلايا وبالتالي يحافظ عليها من التلف. طيب وكان الضفدع الخشبي بيفرز ايه؟ لا، بيختزل الجلوكوز اللي برضه بيحافظ على الخلايا من التجمد والتلف. طيب هنا سمك الجليد بيتميز بحاجة عن كل الكائنات الحية اللي موجودة على سطح الأرض، سمك الجليد لا يحتوي على هيموجلوبين، وبالتالي الهيموجلوبين وظيفته إيه؟ اللي هو نقل الأكسجين داخل الدم. طب هنا هيتنفس إزاي؟ لا، هو هنا مش بينقل الأكسجين ولكنه بياخد الأكسجين مباشرة من المياه الغنية بالأكسجين في القطب الجنوبي. طيب تعال بقى نكمل مع بعض، كيف يتكيف سمك الجليد للعيش في المياه المتجمدة؟ ها، برافو عليك، يفرز بروتينات مضادة للتجمد عشان تحافظ عليه. طبعا تحتاج على كميات كبيرة من الهيموجلوبين، لا طبعا ما عندوش خالص، يعيش في المياه الدافئة وما بيعيش في مياه دافئة، لو بيعيش في مياه متجمدة حرك بسرعة اعتقد انه بطيء. يبقى هنا يفرز بروتينات مضادة للتجمد. طيب التكيف مع الحرارة العالية، ما خلاص احنا خلاص خدنا نوعين كده بيتكيفوا مع الجليد، طب احنا عايزين كائن بقى بيتكيف، ايه الكائن الغريب اللي قدامنا ده؟
مين ده؟ شايف عاملة ازاي يا شباب؟ تسمى السحالي الصحراوية. السحالي الصحراوية هي نوع من السحالي يعيش في الصحراء، مكان معيشتها تحديدا في بيئات شديدة الحرارة، اللي هي طبعا بتعيش في بيئات شديدة الحرارة مثل الصحاري، حيث يمكن أن تصل درجات الحرارة المرتفعة فيها إلى درجات غير قابلة للحياة. خد بالك، درجة الحرارة في الصحراء في الصيف ممكن تلاقي درجة حرارة الرمل فوق 100 درجة. كده واحنا راكبين عربية وماشيين على الأسفلت مثلا في المنطقة على الطريق الصحراوي، بتحس إن العجل بتاع العربية مطلع ريحة شياط، يعني بيولع بيتحرق. طب هنا بقى كائنات زي كده، ودي كائنات حية، هتعيش ازاي؟ هقول لك انا. ده غير ان المنطقه اللي حواليها بتبقى جافه جدا، هتنشف جسمها. تعالى هنعرف. طبعا الكائن الغريب اللي قدامي ده اسمه السحالي الصحراويه. السحالي الصحراويه هي سحالي بتعيش في صحراء استراليا. ده شكلها يا شباب. هنا السحالي الصحراوية الشوكية أو السحلية الشوكية بتعيش في صحراء استراليا، ودي طبعا درجة الحرارة هناك ده ما شاء الله، يعني ممكن توصل بالنهار إلى 60 و70 درجة، ده حاجة كده يعني هتتشوي، على الأقل هتنشف، مش هتلاقي مية، مش هتلاقي مية تختزنها، مش وبالتالي هنا جسمها هيجف نتيجة لنقص المياه مع ارتفاع الشديد في درجة الحرارة. طب ودي هتتصرف ازاي بقى؟ السحلية الغلبانة دي هتتصرف ازاي؟ ما هي مش جمل هيخزن المية. طب هتعمل ايه؟ هقول لك انا. بص يا حبيبي، ازاي السحالي الصحراوية الشوكية او السحالي الشوكية تكيفت مع البيئة الصحراوية؟ أولا هي بتمتلك قنوات صغيرة على سطح جلدها. هذه القنوات ليها دور غريب جدا. إيه هو؟ هي بتساعدها في تجميع الرطوبة من الجو أو حتى من الرمال وتوجهها إلى فمها. يعني هي ماشية الصبح في شوية ندى على الرمل جمعتها، الهواء في رطوبة، في بخار مية جمعت البخار المية، عماله تلم الرطوبه من الميه من الهواء من اي مكان وتختزنها جوه جسمها. لا، ده هي بتوجهها للفم، وبالتالي هنا ده بتشرب من الهواء يا اخوانا، ده بتشرب من بخار الميه، يبقى هنا بتمتلك قنوات. يبقى بفعل القنوات الصغيره الموجوده على سطح الجلد، القنوات دي بتعمل ايه؟ بتقوم بتجميع الرطوبه من سواء من الجو او من الرمال وتوجهها الى الفم، وده هيساعدها على البقاء رطبه في بيئات جافه، ده هيساعدها، ده عماله تشرب على طول حتى بتشرب بخار الميه. شوف ادي السحالي الشوكيه. يبقى هنا يا شباب احنا خدنا التكيف مع الجليد، وده من الظروف البيئيه القاسيه جدا، وخدنا التكيف مع درجه الحراره المرتفعه من خلال السحالي الشوكيه او اللي هي بتعيش في استراليا او في استراليا. سؤال كده سريع، كيف تستطيع السحالي الصحراويه البقاء رطبه في بيئتها؟ ها، تشرب الماء من الانهار، يعني ده انهار، تمتلك بس خلاص. طبعا هنا تنتج رطوبه داخل اجسامها، يا اجسام ما فيش ميه عشان تنتج منها رطوبه، تستخدم الطاقه الشمسيه، ما هياش نبات عشان يعمل الطاقه الشمسيه ويعمل بناء ضوئي يعني، لكنها تمتلك قنوات صغيره على جلدها لتجميع الرطوبه. حصة كانت دسمة ومليانة، مش كده؟ حصة جميلة ومحتوياتها كتير. في النهاية مفيش غير ان انا اشكركم واقول لكم بجد نتمنى لكم التوفيق، يا رب تكونوا في احسن مكان، وتحياتي وتحيات جميع زملائي العاملين بالاداره العامه للمحتوى منصه البث المباشر، ودعواتنا جميعا لكم بالنجاح والتوفيق. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.